بس عامل لنا كشري. كشري كشري كشري. مكونات الكشري؟ الكشري كشري ايوه. عدس، مكرونة مسلوق. مكرونة مسلوقة. شعرية متحمرة. اوكي. رز مسلوق. مع الشعرية المتحمرة. حمص. بصل ورد. بصل مقلي. اوكي. في طاسة في زيت كتير. اوكي. ومعاهم كمون. وبعد كده هنخش على الصلصة. الصلصة بتاعتك دي هتعملها فين؟ هعملها في هنا في حل على طول. في الحل. طيب هنحط ايه مع ايه بقى؟ مين؟ فين؟ دلوقتي؟ كشري. هنبتدي على طول. كشري نحمر الرز وال هنحمر الاول الشعريه. اوكي تمام. مسخن النار. مسخن النار دلوقتي. الصلصه دي احنا المقادير. احنا الصلصه انا شايفه دي بابريكا ودي شطه. دي ثانيه واحده هعرف لك. شطه. دي شطه. شطه. توم. توم. حبهان. ده مش حبهان، ده زعتر. ده زعتر. كزبرة. كمون. كمون. بهارات. جوز الطيب. ماشي. تمام. في خل. جنزبيل. في الاخر خالص انا عارفه اتعلمته. لا ده الخل ده عشان ال ال حط حبه زيت هنا بما ان احنا انت هتاكلني كشري النهارده. تمام. الخل ده عشان الدقه. ايوه ما هي صلصه بالدقه. لا الدقه لوحديها اللي هي كزبره وخل وتوم مع بعض وميه. في حته تانية صغيرة؟ ده في حته تانية صغيرة بتحطيهم على الوش. مش بينزل لك كده في ازازة او. طب امال انا احطه مع الزيت ايه دلوقتي؟ توم؟ لا احط ايه؟ هتحطي التوم الاول. احط التوم الاول. يعني انت هتعمل اقسم التوم نصين؟ هنبقى نجيب توم تاني. ماشي نبقى نجيب توم تاني. ماشي ادي توم. وبعدين؟ خليه يا دوبك ياخد شوية. اوكي. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا الصلصه حطيت الكزبره والزعتر. ما فاضلش غير الكزبره اللي هتعمل بيها الدقه وجوز الطيب. طيب. وهحط على الرز والشعريه العدس او عدس مسلوق عادي جدا. اوكي. ده كان مسلوق نص سلقه عشان كده منزله على الرز. أوكي. على طول فهو مستوي. هيكمل يا دوبك شويه السوى مع الرز والشعريه. طيب كده خلاص. كده انت لسه هتحط المكرونه اخر حاجه صح؟ هحط المكرونه وشويه كمون عليهم كلهم. ممكن تقول لي مقادير الطماطم اللي انت هتعملها؟ طماطم هما بالظبط 6 طماطمات و توم فلفل شطه شويه صغيرين وكمون كزبره بقدونس وعصير ليمون. وشكرا. الطماطم بتاعت امي بالظبط كده اللي بالثوم بالظبط كده بالظبط كده. أوكي. مش الكمونيه مش الطماطم ال انت هتحط المكرونه دلوقتي كمان؟ ما هو اصلا كل حاجه مسلوقه نص سلقه ويا دوبك. يبقى كده ما ناقصلناش. هرش عليهم شويه كمون صغيرين غير الدقه بتاعتنا. لكن الصلصه هي اتعملت زي ما انتم شايفين اهو وريحتها على فكره جامده. انا اتعلمت عمايل الكشري عند ملك الكشري في مصر في نفسك. ها انت عملت ايه؟ بغرف الكشري. تطبخ ايه؟ بغرف الكشري. طيب ربع كوبايه خل. دي اللي انا برضو من الحاجات اللي انا عاملاها. ومعلقه كزبره ناشفه. دي بقى الاخر حاجه. ده اللي هي الدقه اللي بتبقى تلاقيها على الترابيزه. هي ميه وخل كزبره وتوم. وعلى فكره انا بحب اعملهم واحطهم في التلاجة. اوكي. بيقعدوا طعمهم بيزيد. بص الرز المعمر. ثانية واحدة عشان انا جايبه له كراميل. دي افحمتنا يا داغر. ثانية واحدة. افحمتنا يا داغر. ثانية واحدة. ثانية واحمد. ثانية واحدة. طبعا بقى أي حد عنده أي حاجة عايز يحطها يحطها. استنى الطماطم المخلله ده كراميل فتلاقيه صعب شويه انه ينزل اهو. بقدونس مفروم. اوكي. كمون. فلفل شطه يا دوبك. انت بتعمل ايه ده؟ هيتحط زي انا عمري ما اكلت كشري بالطريقه دي. ده مش كشري يا مفيده، دي الطماطم المخلله وعصير ليمون.
انت نسيتي انت نسيتي. بس انا امي بعمل لهم الخلطه بتاعتهم. انت عشان بتاكلي على الجاهز في البيت. امي بتعمل الخلطه دي حلوه. انا اقطع الطماطم كده معاه كده اربع. بصي بقى خدي دي وتحشي وحشي وحطي في رصي في الطبق. يا سلام عشان ايديك انت ما تبهدلش صح. اقطعي. طيب اقطعي انت هنا. دي ايه؟ دي ايه تاني قولها كده؟ بقدونس. اوكي. توم. اوكي. شطه. عصير ليمون. كزبره ناشفه. اوكي. تمام؟ ماشي. كده حلو. ولما يتحطوا في علبه ويتقفل عليهم كده يقعدوا مع بعض شويه ياكلوا. ممكن يتقطعوا ترانشات. زي الطماطم الكمونية اللي بتقدم على الترابيزة. يلا هحط لك اتنين بس كده. ده اللي ربنا قدرك عليه. لا ما انت بعد كده هترش عليهم بقى من المية. بس ايوه بس لازم عشان الطماطم من جوه يخش لها التتبيلة. كفاية. يلا ماشي يا جماعة. بس ايه رأيك احنا بنطرد خلاص؟ ايه رايك في الرز المعمر؟ لا انا بقول ده غير انت افحمتينا. ها مش عارفين نمسك عليها حاجه في المره دي في الحلقه دي. يلا يلا بينا. يلا. الله طبعا فلفل. هموت انا في الفلفل. هتقولي وادي اكلتنا النهارده بالهنا والشفا كشري قرداحي. ليه هم طالبين كده؟ اول مره اشوف واحده بتاكل كشري عايزه اللي باللحمه المفرومه. ايوه لا انا باكل الكشري باللحمه بالفراخ. تقولي تاكل طيب بالفراخ. كشري بتاعنا النهارده وعملنا معاه طماطم بالثوم والكزبره ومخلله واحلى رز معمر حلو ممكن تاكلوه في حياتكم والله العظيم. سفره طبعا عملنا الصلصه وعملنا الدقه 100 100. شوف بكره.